صار كنا ننتظر فيه، والعرب احنا مع الاسف ناقصين فرحه في كل المجالات، ناقصين الفرحه، فرحه ممتازه بتاع الجزائر. ولكن ابدا الحديث عن الاجواء في غينيا الاستوائيه بمراسله من الاتحاد التونسي لكره القدم الى الاتحاد الافريقي لكره القدم. مع الاسف في تونس عندنا عادات وتقاليد الاحتجاجات، وهذه عاده سيئه جدا. هذه المراسله فيها ثلاثه جزئيات، ثلاثة نقاط. النقطة الأولى، الاتحاد التونسي يحتج على عدم منح الفريق ضربة جزاء، وهذا غير عادي، أظن أن مراسلة ما تنجمش تكون في هذا الحجم. ثم النقطة الثانية عن الظروف، وهي الظروف هذه الفرحة بطبيعة الحال، أظن أنه هذه الفرحة الجزائر. النقطة الثانية بتاع المراسلة أستاذ ماجد تتمثل في الظروف الصعبة التي يعاشها المنتخب الوطني. ثم النقطة الثالثة اللي حقها كانت موجودة، وهي وأعتبرها نقطة سوداء، تتمثل في عدم إجراء دقيقة الصمت قبل مقابلة تونس والكافيتي. حاولت الكاف تدارك الأمر اليوم، لأنه من فقدنا رجل الكرة الإفريقية. من لا يعرف سليم علولو رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، اسم رنان، والعضو في الاتحاد الافريقي لكرة القدم، والعضو في الفيفا في الاتحاد العالمي، توفي منذ ايام. هل يعقل انه بلاد هل الشخص الذي توفى، القمة هذه اللي توفى، ما يعملوش دقيقة صمت ويتناساو؟ هذه نقطة سوداء واحدة أخرى في بطبيعة الحال في حساب الكاف وعيسى حياته. أكيد كابتن، مثل ما تعودنا على مهازل الاتحاد الإفريقي مش هذه المرة الأولى والثانية، ولكن مباراة الجزائر اليوم شفنا مباراة كبيرة كابتن. نظن أن المنتخب مجروب شاكي على الجزائر، إلا نحكي عن الجزائر، ندخل مباراة الجزائر كابتن. هو الأسوأ في هذه المباراة النقل التلفزيوني من المصدر، نوعية الكاميرات. نعم، تطورت التكنولوجيا لتنفتح على ربما إضافات نوعية، تصوير من خلال المروحيات، الأرقام المهمة ما وصلت إليه ربما وسائل الإعلام العالمية، أن يكون النقل بهذه الطريقة ربما لا يقدم المتعة. كاميرا واحدة هذا شيء ربما لا يقدم ما كنا نتمنى. نعم، هذا الجانب مهم من أجل أكيد المباراة. الكثير من المشاهدين تساءلوا خاصة عن إعادة اللقطات، ولا لقطة في المباراة ولا الأهداف، ضربة الجزاء ليست معادة. الكثير تساءل لماذا هذا السبب، ولكن دائما لما نتكلم عن إفريقيا تتحدث عن هذه الأشياء وكأنها شيء عادي في إفريقيا. مع الأسف أسف كبير، وكأن كما قال عبد الناصر معناه وكأن أمور عادية، معناها اليوم في سنة 2015 أنه في مقابلة في الحجم هذا لا تعاد اللقطات، لا تعاد الأهداف، لا تعاد. ولكن نمر، لأنه اللبانة نعرفوها احنا بكاميرا واحدة، احنا نقولوا تونس اللبانة ما نعرفوهاش، ليا 50 يوم والتنظيم و هذا الكل وننسوا. للأسف هذه الأمور فلي تعود للمصدر. بالطبع بالطبع تعود للمصدر، ولكن الحمد لله أنه جاءت المقابلة، مقابلة إتشكوكية، مقابلة إتشكوكية بكل المقاييس. مرينا الجزائر مرت من قاع البئر إلى كوكب زحل، الجزائر مرت من شبه الانهيار إلى شبه الإبهار، لأنه الجزائر في هذه المقابلة مرينا بكل الفترات. وصلنا في وقت ما نتمنى التعادل للجزائر، وصلنا في وقت ما أن يكتفي الفريق الوطني الجزائري بهزيمة غير مذلة، لأنه بعد الهدف ضربة الجزاء وحالة هيجان قصوى لفريق البافانا بافانا، ثم جاء الانفراج بنيران الصديقة، ومحلاها نيران الصديقة التي لا تكوي ولا تشوي، حلوة ياسر، كانت مردا وسلامة. ممكن ثم ممكن كابتن يمكن نقول أن عودة المنتخب الجزائري هي صفة أنه ممكن منتخب كبير، هي صفة المنتخبات الكبيرة، لأنه لما تشوف الجزائر 65 دقيقة المنتخب الجزائري ولا شيء، يعني بعد الدقيقة 65 شفنا كأنه انتفاضة، خاصة بعد الهدف اللي سجله المدافع الجنوب أفريقيا ضد مرمى. ممكن كذلك أنه ضربة الجزاء اللي جات هي اللي خلت المنتخب الجزائري نوعا ما يستفيق من النوم اللي كان فيه، حتى أنه ضيع ضربة الجزاء. عموما سيكون متسع الوقت الحديث عن كل هذه الأمور، لأنه في نهاية المطاف عندما تأتي الفرحة بعد معاناة، هذا هو الجانب الإيجابي. كنا أشرنا لنقاط كثيرة تتمثل في مستويات المنتخبات داخل هذه المجموعة، كنا أشرنا بأن المنتخب الجزائري مطالب بتحقيق نتيجة الفوز تحديدا أمام بافانا الحلقة الأضعف ضمن فعاليات هذه المجموعة، لكن كيف هي الأصداء وماذا عن ردود الفعل تحديدا في الجزائر العاصمة؟ حسين بوصالح مراسل بي إن سبورتس هناك، طبعا تظل ليلة مميزة
وفرحة تتواصل من خلالها الأفراح هذه المرة بنكهة إفريقية بعدما كانت منذ أشهر بنكهة مونديالية. إذن مرحبا بك زميلي ماجد. إذن الأجواء هنا رائعة في الجزائر بعد هذا الفوز المهم للمنتخب الجزائري أمام منتخب جنوب إفريقيا رغم الشوط الأول المتواضع الذي ظهر به محاربي الصحراء، لكن العودة في النتيجة وفي الأداء خلال الشوط الثاني كما تلاحظ الآن كل السيارات زميلي ماجد وكل العائلات خرجوا رغم انخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار للاحتفال الجزائر في هذا المقابلات الأولى في انتظار المقابلتين الاخرتين التي تجمعه بين المنتخب الغاني والسنغال. ناخذ صحيح، لكن مقابله اليوم معلش قلت رسائل مشفره، مقابله اليوم مقابله ما تتفهمش، معناها رئيس البوهلي ما شاء الله كم من هدف انقذ الفريق الجزائري، ثم التغيير بن فوزيل، ثم اللاعب الذي كان بامتياز صاحب الهدف الثالث فوزي غلامي، كافة أسماء فقط صنعت انتصار الجزائر اليوم وكنوا أمناء مع أنفسنا. بقية اللاعبين خارجين الموضوع. نجم تقول لي فتحي هذا الجانب السلبي، انتصرنا بثلاثة، هذا الجانب الإيجابي في نفس الوقت سلبي وإيجابي، معناها وقت اللي عندك أنه مجموعة تقريبا 90% من اللاعبين خارجين الموضوع وتنتصر بالثلاثة، هذه الرسالة المشفرة التي قرأناها بالنسبة للمنتخب. نحاصر عناوين كثيرة، دعونا نعرف ما هو جديد أستراليا أوبن، بطولة أستراليا المفتوحة للتنس. ينضم إلينا عادل الشطي. صباح الخير عادل، كلنا ترقب العوائل. المهم اليوم اللي ناخذه منه 3 أهداف 3 نقاط. المهم كابتن اليوم هي النتيجة مثل ما تحدثنا البارح، أنه في مثل هذه المباريات هو أنك تقتنص الأهداف. أنا أعطيك مثال، سنة 2013 في كأس أفريقيا المنتخب الجزائري أدى بطولة جيدة إذا كان تتذكر من حيث الأداء، ولكن من حيث النتائج خرج من الدور الأول. ما عن علاقة هذه المباراة، المباراة الأولى التي كانت دراماتيكية بكل ما تحمل الكلمة، معنى أن تفوز السنغال في الوقت بدل الضائع من خلال هدف موسى سو اللاعب البديل، أكيد ألان جيريس يعرف ما له وما عليه. ألان جيريس أنا هذا الشيء اللي لاحظته فيها اليوم أنه درس المباراة جيدا، خاصة في الشوط الثاني بالتغييرات اللي قام بها غير مجريات اللقاء 90%. المنتخب السنغالي في الشوط الأول كان يعني قريب من الحسن، لكن الشوط الثاني كان جيد، كان افضل من المنتخب الغاني بكثير، استطاع انه يسيطر واستطاع انه في الاخير يخرج باهم حاجه وهي نقاط المباراه. نظن انه المنتخب السنغالي خطا خطوه كبيره، لانه مش سهل انك تفوز على منتخب غانا، ممكن اي فريق اخر في هذه المجموعه ممكن ما يقدرش يفوز على غانا. كان تفهم في الحاجه في الكره فهمني، ريت السنغال اليوم ريت مستوى، ريت تونس البارح، السنغال لعبت مع تونس 2 مقابلات مده 180 دقيقه، السنغال هذا ما سجلش ولو هدف في تونس، وتونس خذها نقطة على 6 مع تونس. تفهم حاجة في الكورة ما تفهم حتى شيء. علاش الفريق التونسي والفريق الجزائري الغاز رغم الفرق الإفريقية؟ صعب عليهم، مش رسائل مشفرة، كان فما كلمة أقوى من مشفرة تعطيها تونس والجزائر. وعلاش الجزائر اليوم الانتصار رائع؟ لأنه الثلاثة أهداف راهو لاعب المنتخب الجزائري ولاعب المنتخب التونسي، صعيب على السنغال وصعيب على غانا. حل شفرة اللعب متاعنا وطريقة اللعب متاعنا، لأنه تونس والجزائر عندهم ثقافة تكتيكية أعلى بكثير من الفرق السنغالي، وبالتالي أنا شفت المقابلة، مقابلة السنغال وغانا، ريت منتخب السنغال، ريت مقابلة ساعة، خلينا نكون واضحين حسب رأيي، مقابلة إفريقية بمستوى عالمي، هذه أول مقابلة مونديالية في كأس إفريقيا، فعلا المقابلة كل رناها في مستوى في قارة ما في كوكب ما، لكن السنغال وغانا خلينا نكونوا موضوعين مع أنفسنا، كانت مقابلة مستوى عالمي جدا، هذا ينبأ بمقابلة إن شاء الله رائعة بين الجزائر وغانا ثم بين الجزائر والسنغال. الفرجة مغمونة بطبيعة الحال، مش تبدأ مغمونة وحلوة ونبدأ شيخين وهم دايخين، تتذكر عن بتاع البارح، احنا شيخين وهم دايخين بطبيعة الحال، يلزم الجزائر اكيد انه الجزائر يا كابتن اليوم كيحقق المنتخب الجزائري فوز اكيد يعطي معنويات، اكيد راح يخليه يخمم للمستقبل اكثر، خاصة في منتخب مع منتخب غانا، اكيد انه المنتخب الجزائري مع منتخب غانا مطالب تأكيد نتيجة اليوم، لانه نتيجة اليوم حتى اذا جت في الشوط الثاني لكنه مع منتخب غانا اكيد اليوم عملوا حاله على راي الجزائريين، ولكن المباراه القادمه المباراه لن تكون بسهله. لماذا؟ لان البلاك ستارز الجريح يود ان ينتفض، والمنتخب الجزائري يمتلك الادوات ليؤكد الحضور، عموما نترقب شيء كثير من الجوله الثانيه من فعاليات هذه المجموعه الثالثه. ولكن ماذا عن المجموعه الرابعه؟ ماذا عن الاجواء
في لقاء أي يوم الثلاثاء في كأس أمم إفريقيا. التقرير التالي وتفاصيله. المجموعة الرابعة من الكأس الإفريقية بغينيا الاستوائية لن تعرف تكهنات مسبقة، فالمنتخبات الأربعة تعتبر من الكبار. الأثيان الإيفوارية يستهلون مسيرتهم في النسخة الثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية بملاقاة المنتخب الغيني. وقوع المنتخبين في مجموعة نارية صعبة مع الكاميرون ومالي تجعل المباراة الأولى مفتاح التأهل للدور الثاني والسبيل نحو الوصول بعيدا في هذه البطولة والمنافسة على اللقب الإفريقي. وإذا كان الوصول للأدوار النهائية هو الهدف الذي يطمح إليه المنتخب الغيني، فإن أفيا كوت ديفوار تخوض البطولة من أجل المنافسة على اللقب الذي أخفقت في إحرازه على مدار النسخ الأخيرة. أما المباراة الثانية فتجمع منتخبي الكاميرون ومالي الذي يأمل في تجاوز مرحلة التمثيل المشرف في تاريخ مشاركاته في أمم إفريقيا. من جانبه يبحث منتخب الأسود التي لا تروض عن بداية جيدة لعهد جديد في تاريخه الحافل بأربعة ألقاب في أمم إفريقيا. لكن غيابه عن النسختين الماضيتين من البطولة وغياب نجمه المخضرم سامويل إيتو صاحب الجولات والصولات في الملاعب الإفريقية والعالمية قد تجعل المهمة صعبة لزملاء موكانجو. المجموعة الرابعة لقبت بالحديدية في انتظار أولى مبارياتها ومواجهاتها الحاسمة التي قد تبوح بالبعض من أسرارها منذ الجولة الأولى. صراع الكبار من فعاليات المجموعة الرابعة الكاميرون